المعجزة؟ أنت كنت فين؟ أنا مش معجزة ولا حاجة يا سيدي. ممكن تقول لي يا يحيى أكتبها لك بالمصري القديم؟ إيه؟ لا لا خلاص، أنا بس جاي أحييك على اللي عملته، وزي ما حذرتك جاي أقولك إنك هتبقى بداية لعصر جديد هيستمر سنين طويلة. عصر جديد؟ احكيلي احكيلي أكتر. هحكيلك كل حاجة، بس الأول لازم تستعد للمعركة. يبقى لازم تفضل موجود، أنا مش هسيبك تمشي، ولازم تكون على رأس الجيش معايا في حرب التوحيد. تاني؟ التضحية عشان هدف نبيل هي أسمى درجات الشرف، وإحنا هدفنا توحيد الأرض وبعدها تعمرها، وده اللي هيوصلنا إننا نقدر نعيش في سلام، وفي نفس الوقت نكون أقوياء قادرين ندافع عن نفسنا وعن أرضنا. مستعدين؟ مستعدين 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 مستعدين. هجوم! ايه ده؟ سينو سينو الحق يا سينو سينو سينو، جاي تسيبني دلوقتي تاني يا سيادة الملك يا عم الملك، الحقني يا ملك. وجود الطفل ده في مقدمة الجيش معناه ان له اهمية كبيرة عندك ايها الملك. الموضوع مش زي ما انت فاهم حضرتك، لو ما استسلمتش حالا هخلص عليه. مستحيل نستسلم، وحنعتبره ضحى من اجل حرب التوحيد. اضحي؟ اضحي مين؟ انا ما عنديش مشكلة اضحي، بس انا عندي ميد ترم ولازم ارجع. اجري يا يحيى، اجري يا يحيى، اجري اجري. انت كنت فين يا سينو؟ النهاردة حققت نصر عظيم يا مولاي، قدرت توحد المملكتين تحت حكمك، ودلوقتي نقدر نقول إن حرب التوحيد نجحت ووحدت أرض كمت. ومن هنا بعلن عن بداية تأسيس نظام حكم جديد أكون بدايته، ويكملوا من بعدي ملوك عظماء من نفس الأرض. أنا بشكرك يا سيدي إنك أنقذت حياتي. إحنا اللي بنشكرك، لولا تحذيرك كان كل شيء تغير، وانت قدرت توصل لهدفك. الخطر لسه ما انتهاش. ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ عشان نقدر نقول اننا بقينا ارض واحدة، لازم اثبت ان المملكتين فعلا بقوا واحد، وده مش هيحصل الا في وجود جسر حقيقي بين المملكتين، لازم اخطط له بنفسي.